اهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة في الاكسل هنتكلم عن الانفوجرافيك او ازاي اعمل رسم بياني باستخدام الجرافيك البسيط في الاكسل. نبتدي على طول. احنا عندنا المثال اللي قدامنا، النسبة الميل للفيميل لو قلنا 55-45، لو انا غيرت خليتها مثلا 90، هلاقي ان النسبة في الرسم البياني اتغيرت الميل للفيميل. ازاي انا اقدر اعمل هذا الكلام؟ نبتدي على طول دلوقتي ونقول ان احنا هندخل نسبة الفيميل ولتكن 70%، وهخلي الميل اكويشن ايكوال ساين 1 ماينس الفيميل، دوس انتر، بكده طلعت النسبة. فانا هاخد كوبي بس للتسهيل، بيست. تعالوا نشوف بقى هنرسم ازاي. هنحدد البيانات بتاعتنا، قائمة insert، وادي الكولوم شارت واضح. نخليها بس 90 دي علشان البار ما يبقاش صغير، 10%، خليهم نقول 70. كبر شوية للتوضيح برضو. طيب دلوقتي احنا هنجيب الميل والفيميل منين؟ برضو من قائمة insert icons، وهندور على people، وهنلاقي واحدة منهم هنا، وأعتقد دي التانية، insert the two picture. اعمل دبل كليك هكبرهم، اخلي الهايت اعلم عليه واخليه 2، برضو اعلم على الواحد خليها 2. خلاص انا كده كبرته. تعالوا برضو بعد ما كبرتهم، انا هدفي في النهاية ان انا هحط 2 فوق بعض في كل عمود، يعني العمودين دول هيبقى فيها 2 والعمودين دول هيبقى فيها 2، واحدة منهم زي ما شفناها هتكون باللون الغامق وواحدة باللون الفاتح. هنشوفها مع بعض ازاي. طيب اوكي، تعالوا نعمل لهم برضو كوبي. اوكي، هنعمل دبل كليك و هنخليه باللون ده، و البنت او هنخليه باللون ده، وهنعمل نو لاين البنت. باللون ده هو برضو no outline. هنا هنخلي اللون مثلا gray، والفيل color no fill، وبرضو خلي جراي، والفل نوفل.
هنيجي ناخد دول اللي هما متفرغين من الألوان. احنا هنرسم الميل هيكون الناحية دي، والفيميل هيكون الناحية دي، وفي نفس الوقت هناخد دول برضو، بس دول هيمثلوا الفاضي منهم انا هحطه في السيريز اللي بتمثل 100%. ده الميل، هخبط كده كليك يمين كوبي، واجي عند الميل ما اعملش كليك واحدة، اعمل كليك تاني لان هو كده مختار الاتنين البرتقاني، لا انا عايز واحدة فهو كده اختارها، واعمل بيست. برضو هاجي عند الفيميل كوبي في البرتقاني اللي هي بتمثل نسبة 100%، دبل كليك عشان اخليها واحدة، ومن قائمة هوم اقول بيست. وبرضو لو عايزينها تعرض شوية اوكي علشان الامر يبقى بالعرض. طيب تعالوا نشوف بالنسبة للاتنين دول اللي هما المليانين، لما نيجي نقول الميل برضو كوبي، لو جينا هنا برضو كليك مرة واحدة واختار بيست، هنلاقي الوضع بهذا الشكل. ده حلها ايه؟ هنيجي من فيلد، عندنا حاجة تحت اسمها ستاك اند سكيل ويدث، اقول اوكي خلاص هو كده بين لي الحتة دي. ده بالنسبة للميل، بالنسبة للفيميل برضو بقول كوبي، هكليك هنا هكليك تاني، بقى تختار دي لوحديها بيست، واجي برضو من هنا واختار ستيك. تمام كده، تمام كده. يجي يتفضل ان احنا نحط الاتنين على بعض من اي حتة، اعمل سيريس برلاب. تمام كده، احنا كده الرسمة بتاعتنا تمام. يمكن ما نحتاجش دول، نمسحهم او نخليهم على جنب، ما عندناش اي مشكلة. ممكن ان انا امسح الكلام ده، والسكيل ممكن اظبطه في الاكسس اوبشن، من زيرو اخليه لواحد 100%، على اساس برضو يبقى السكيل مظبوط، واقدر امسح برضو الميل والفيميل. طيب لو انا عايز احط البيانات عندي فوق اللي هي 70 و30%، اعمل ايه؟ احنا بدل ما نستعمل الشارت إليمنتس اللي هنا، انا ممكن نخلي الشارت تايتل على اساس يسيب لنا مساحة فوق. الداتا اللي هنا ممكن مش هتنفعني وهيحطها في اماكن غلط، 100% هي اللي فوق. احنا ممكن نعملها بايدينا كتكست بوكس، وهقول لكم الحيلة بتاعتها. هنيجي من انسرت تكست بوكس، نرسم تكست بوكس هنا، نطلع على طول هنا ونقول يساوي ويندوز انتر، نعمل تكست بوكس تاني عشان نشوف عملناها ازاي، من قائمة انسرت تكست بوكس ارسمه، اجي على الفورمولا بار واقول يساوي. بكده يبقى انا حطيت النسبة فوق الجراف، وممكن اغير الشارت تايتل و
دول لو مش عايزينهم نقدر نمسحهم. وتعالوا مثلا نجرب ان احنا نغير ان 70 دي تبقى 90، اوتوماتيك هنلاقي الرسم اتغير لو 60. وبكده يبقى قدرنا نعرف نستخدم بعض التريكس اللي موجودة، ونقدر باستخدام الجرافز ان احنا نعمل حاجة بهذا الشكل. شكرا لكم.